ايام جميله علينا ان شاء الله تعالى. هنكمل الشخصيات بتاعتنا وهنكمل حديثنا عن بعض. الحقيقه بدات افكر في شخصيات كتير في ملوك وفي شخصيات عامه وفي شخصيات اتكلمنا عليها، لكن الحقيقه يمكن ما حبيتش ان انا اعيد تاني اللي بداناه بالذات في الدوله الحديثه مع الملوك العصور التاريخيه وعصور القوه، ولكن الحقيقه وقع يعني فكري ان انا اتكلم عن شخصيتين من العصر المتاخر، العصر المظلوم عندنا. الشخصيه الاولى شخصيه باكرينيف او بوخوريس. باكرينيف او بوخوريس ده واحد من بين الملوك العظام اللي تركوا اثر عظيم جدا في الحضاره المصريه، لدرجه ان الجزء القوانين والتشريعات اللي قام بعملها هذا الرجل استمرت لعهود طويله، ونسب البعض ان المشرع الاثيني الشهير سولون استعان بها، وان كان الكلام ده في الغالب غير صحيح يعني مفيش ما يؤكده، ولكن اي شرف واي عزه ان احنا نقول ان من اخذ به سولون كان اصلا مصريا. بالاضافه ان احنا لقينا في بيتون الجبل عدد كبير جدا من الوثائق من وقت الله يرحمه الدكتور سامي جبره بتتكلم على قوانين باكرينيف او بوخوريس زي ما سماه المشرعون او الكتاب الكلاسيكيين. باكرينيف حكم مصر في فتره من فترات الصعوبه، في فتره من فترات كان التحرك الكوشي بدا يقترب منها، كان ابو طفنخت بيحاول من سايس انه يقاوم بعنخي، وقف ضده شويه ورجعت القوات الكوشيه، ثم جه باكرينيف ليتولى الحكم. باكرينيف ابتدى يعيد الامور الى نصابها في مصر من خلال اصدار مجموعه من التشريعات القانونيه التي بعضها لا زال مستخدم حتى الان. فكان صاحب فكره انه لا يجوز استرقاق المدين. وكانت التشريعات قبله تقول ان الشخص من حقه ان كان له دين عند شخص ما ان يقوم بالقبض على هذا الشخص ويجعله عبدا ويسترققه عنده ليقوم بسداد ماله. باكرينيف قال ان العبد ملك للاله، اما الارض فهي ملك للبشر، فخذ ما شئت من البشر لكن ابتعد عن الاله. كانت فكره رائعه وكان تصرف عبقري جدا من هذا الملك. الملك ابتدع قانون وهو القسم عند المحاكم او عند القضاء، وهو المبدا الذي اصبح معروفا بعد ذلك واخذت به العديد من التشريعات القائمه، البينه على من ادعى واليمين على من انكر. بمعنى ان اذا ادعيت على شخص انه سرق او اخذ مني شيء علي ان اثبت هذا، واذا لم اثبت فعلى الشخص الذي اتهمته ان يقسم واليمين ولينكر ما تم له من اتهام، وتكون بهذه القضيه لغايه النهارده نسمع قول والله العظيم اقول الحق، هل انت مذنب ام لا، احلف بهذه الامور. اعطى كمان فكره قانونيه هامه جدا تتعلق بالمواريث وهي فكره حق افراز الانصبه. وكانت بعض التشريعات ولا سيما في فتره العصر المتاخر تمنح للابن الاكبر حق ان يكون هو المهيمن والمسيطر الكامل على كل مال الاب وكل مال الاسره من اول. فسمح هذا الرجل بعوده الحقوق للمراه ووجودها بين يديها، وان تكون للمراه حق ان تدفع وتصرف وتورث وتاخذ وتعطي ما تشاء من ميراثها. اعطى كمان فكره ما يعرف بالفائده المركبه، وهي الفائده التي كان يقتضيها الشخص الذي يستدين من شخص ما. باكرينيف تشريعاته القانونيه اعجبت العالم كله، غيرت تاريخ العديد من الافكار عند المصريين، وكانت النبوءه تقول انه سينزل كبش من السماء يلتهم هذا الملك ويقضي بها على مرحلة طيبة، ويبدو أن بموته بالفعل كان الكبش أسود، فجاء إلى مصر فترة أظلمت فيها مصر وتحولت مصر إلى مرحلة تانية من تاريخها وهي مرحلة العصر الكوشي. من العصر الكوشي الحقيقة أنا بختار شخصية، الشخصية اللي بختارها من العصر الكوشي شخصية طهرقة. الملك طهرقة الحقيقة كان ملك ينطبق عليه تماما أن مصر دولة تأسر من يدخل. طبعا بعض الاراء بيقولوا ان ملوك الاس 25 الكوشيين دول من نسل الكهنه بتوع الاس 21 اللي هربوا من مصر او تركوها واتجهوا نحو الجنوب لما جيش شانكو ملك الاسرات المهجنه. وانا دايما بحرص قوي ان انا ما اقولش الاسرات الليبيه الصرف، يمكن بستعير تعبير الله يرحمه استاذنا العظيم الدكتور عبد الصالح الاسرات المهجنه، لانهم كانوا من المشوش اللي على الحدود الغربيه لمصر، وهم اقرب ما يكون لمصر منها الى ليبيا ان صح او ان اردنا تفسير او تدقيق الامر. طهرقة الحقيقه كان من الملوك الذين أحبوا مصر وعملوا من أجلها. طهرقة قام بالعديد من الأعمال، قام بتوسعات في الكرنك غيره من ملوك الكوشيين ما عملهاش، يمكن على جانب الأقصر نقش غير الشباكة حتة مش عارفين شباتكة، لكن إن يدخل ويعمل صالة أعمدة أو صفة أعمدة في الكرنك كان طهرقة موجود. طهرقة من عهده كمان في حاجة جميلة جدا قبل ما نتكلم على إنه لما أسر حدون أو أشور أخدين الملك الأشوري جه إلى مصر وقرب منها وابتدى يضربنا، كان طهرقة هرب
فلما مشي الملك المصريين قالوا فلنجتمع مع طهرقة، فلنتفق مع طهرقة، يعني المصريين اعتبروا ان طهرقة هو شخص مصري وليس شخص كوش، وان هو اللي ممكن انه ينجي ويخلص الدنيا كلها من العديد من المشكلات اللي ممكن انها تلم بها. فطهرقة كان بيمثل الفكرة دي، الفكرة الجميلة، الفكرة المتمصرة تماما التي تأثر بها مصر من يأتي إليها. لكن عند طهرقة في فكرة جميلة قوي، لعلها كانت المرة الأولى التي نتحدث فيها بنعيش بالعلم، أنه قال أن النيل أتى عليا. كنا دايما نقول النيل أتى عليا لأن خنوم، والنيل أتى عليا لأن حابي، والكلام الجميل ده. لكن قال لأن الأمطار جاءت كثيرة في هذا العام في منابعي، كأنه يحدثنا عن الحقيقة العلمية، أن ارتفاع منسوب الأمطار في منابع النيل يؤدي إلى ارتفاع منسوب الفيضان حين يأتي له. طهرقة كان واحد من الشخصيات اللي أثرت في الفن المصري، واللي الفن المصري قرأ فن الكوشيين من خلال ما قام به طهرقة من أعمال. الشخصية الثالثة والأخيرة اللي حقف عندها النهاردة شخصية أمون حر التاني. أمون حر التاني بدين الشخصيات اللي كتير مننا يجهلها. والحقيقة إن يمكن حذكر حاجة لطيفة، إن وقت ما بدأت أشتغل على أمون حر التاني في مرحلة الماجستير، أتذكر إن الله يرحمه أستاذي الدكتور عبد العزيز صالح قال لي قدامك سنة هتقدر تكتب عنه حاجة الراجل ده، ولا مش هتلاقي حاجة تتكتب. الحقيقة في خلال السنة دي تعرفت على أمون حر بشكل غير عادي، وجدت شخصية رائعة جدا، شخصية كنت أتذكر وأنا أقرأ ما يكتب عنه أنه أنور السادات. الراجل راح خرج الفرس من مصر 404 قبل الميلاد، تعامل معهم معاملة الند بالند، ولكن بعد أن انتصر على الفرس وطردهم وأصبح الفرس بره مصر، فرس طبعا سائرين وهيجين وإزاي بس اتخرجنا وإزاي، هو كلام بيتقال، لكن هو كان أذكى من ده كله، أراد أن يقوم بمصر مرة ثانية. فخرج إلى الفرس مرة ثانية ليس محاربا، ولكن موقعا معاهدة معه طالبا منهم عدم التعرض لمصر أو الاقتراب من حدودها، فكان بمثابة معاهدة لهدنة بينه وبينكم عشان أقدر أبني بلد أو أقدر أبني بلد. الأمر اللي اعتبره عدد كبير من المصريين أمر رائع وقالوا عنه الخير، لكن برضية الأيام الديمقراطية قالت لا، قالت على رواية على لسان من كتبها أن هذا لم يكن محبوبا من الغالبية، وأن الملك جاف الأرباب، وأن الملك حرم من يكون ابنه وريثه على العرش. علشان كده أمون حر الثاني أو أمون الديديس اللي يبدو أنه اسمه الحقيقي كان بسباتيك، وأراد أن يضع اسم أمون في اللقب بتاعه، ممكن شلوه ألقاب، هذا الرجل أراد أن يضع اسم أمون ليرضي كهنة الجنوب وليحاول كسب الضوء. هو الملك الأول والأخير في الأسرة 28، الأسرة الفرعونية الوحيدة التي لم يحكم فيها إلا ملك واحد، وهي من الأسر القصيرة جدا، من 404 قبل الميلاد ل 399 قبل الميلاد. أمون حر قام بالعديد من الأعمال التي وطدت أركان الحكم المصري، والدليل أنه بعديه لما جه الملك نايف عورود الأول وهاكوريس ونايف عورود الثاني وبشري إنموت وغيره وملوك الأسرة 30 نختلف، كانوا يجنون ثمار ما قام به أمون حر الثاني من تثبيت لدعائم الحكم الوطني المصري في هذه المرحلة التي كانت تمثل آخر نفس مصري قبل أن يأتي الفرس الثانية ثم يتبعهم الإسكندر المقدوني. الشخصيات المصرية كتير تركت في التاريخ أثرا عظيما، لكن مرة جاية إن شاء الله الفيديو الجاي مش هيكون عن شخصية مصرية، لكن شخصية عالمية، هنتكلم عن الإسكندر الأكبر بين الحقيقة والأسطورة. دمتم بخير وليلة سعيدة عليكم. سلام عليكم.